마음, 화상 온 마음, 화상. الحمد لله على السلامة يا حبيبتي. الله يسلمك يا أم عم، ما تعيطيش، أنا كويسة. حد من العيلة جرى له حاجة؟ نعمة. نعمة بنتي؟ مالها نعمة؟ نعمة؟ حسن ابني. أمه حبيبي. ازيك يا أمه؟ اتخرجتي إمتى؟ النهاردة يا حبيبي. نعمة حصل لها ايه؟ الولا حود الله يحرقه، رمى عليها مية نار. عرفت من خالتك ام عمرو وهي عاملة ايه دلوقتي؟ تلاش يا امي، الحمد لله كويسة. كويسة؟ طب وانتوا جبتوا فلوس المستشفى دي منين يا ابني؟ لا ما هي الست نازل كانت بتسأل عليكي طول ما هي كانت مسافرة، ولما عرفت ان انت في السجن بعتت لنا الفلوس دي، وانا كنت ناوي اقول لك على الموضوع ده لما جينا زرناكي في السجن، بس نسيت. الست نازك ربنا يكرمها، ربنا يديها الصحة والستر دايما يا رب. وفي النعم عايزة اشوفها. تعالي يا امي، تعالي نوريها لك. بنتي حبيبتي سامحيني يا بنتي، انا اللي رميتك لكلاب السكر تنعش فيكي، سامحيني يا حبيبتي. عفوا يا ماما ما تقوليش كده. شايفه يا ابو حوده عمل فيا ايه؟ ده انا كنت ناويه ابقى مراته، مش قادره افهم انا ازاي هونت عليه يعمل فيا كده. منه لله الظالم، منه لله. بس هو عمل فيه كده كله ليه؟ انتقم منك بالشكل ده ليه؟ عملتي له ايه؟ قلت له مش عايزه اتجوزه، مش امه هي سبب في رميتك في السجن، هي واللي بقت سامه الاسم عبد الراضي. ليه يا بنتي؟ ليه قلتي له كده؟ ليه عملتي كده يا بنتي؟ ده نصيبه مكتوب، ربنا كاتب كل شيء، مش يمكن تكفير ذنوب. ليه عملتي كده يا بنتي؟ ليه؟ منه لله. بس انا هجيب لك حقك، هجيب لك حقك يا حد عندك. ربنا يا امه اللي هيجيب لنا حقنا، ان شاء الله ربنا هيجيب لنا حقنا. ونعمة بالله يا بنتي. كفايه رميته في الحبس. الهي يا رب يحرق قلبه وعليه زي ما ضيعني كده يا امه. ان شاء الله يا بنتي ان شاء الله. ما تحرقيش نفسك يا امه، انا خلاص بقيت راجل، وزي ما هو حرق اختي انا كمان هحرقه. لا ابعد انت عن الموضوع دوت، انا مش عايزك تضيع نفسك، ما انت شايف. مش شايف احنا جرالنا ايه وبيحصل لنا ايه؟ ربنا هو اللي هينتقم لنا، هو اللي هيرجع حقنا.